أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: هناك وظيفة تسمى سائس الكلب، فهل يجوز له أن يأخذ الراتب على ذلك، حيث يدرب الكلب على أشياء فيه منفع ككشف المخدرات والمتفجرات؟ هذا شيء آخر، إذا كان فيه مصلحة، إذا كان فيه تدريب الكلب مصلحة فلا بأس أنه يدربه ويأخذ أجرة من الدولة أو من نعم.